بيبعتلها ما ده اللي حصل بجد؟ اه ايه بقى ما يوم الفرح يوم الفرح يوم يوم الدخله روحنا البيت وقاعدين ومش عارفه وايه ومش عارفه. تاني يوم طبعا هي عشان ست متفاهمه جدا وقريبه دماغها كبيره وقريبه من ربنا يعني ما بتاخدش كل حاجه ايه بعصبيه بخناب لا 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 لا, لا, لا خالص خالص. هي اصلا يعني ما بتحبش الصوت العالي فجت قالت لي وبعدين هي عارفه طبعي ما هي بنت منطقتي وهي عارفه طبعي ان انا خلقي هنا بنت الجيران يعني هي عارفه ان انا خلقي هنا فما بحبش حد لما يجي يكلمني في موضوع حتى لو انا غلطان تعالى كلمني وانت ايه بالراحه بهدوء بهدوء علشان لو ليك حق لو ليك حق هتاخديه هديهولك قدام العالم كله لو انت ليك حق. ايه بقى اللي حصل؟ رساله كده مبعوثه هو انت يا ريم انت ايه انت صعبان عليا علشان حسن بيحب واحده تانية وهيتجوزها وهو مفهم الواحده التانية دي ان الجو ان الفرح ده كله فيلم ان الفرح ده كله فيلم معقوله فيلم عشان السوشيال ميديا يعني فيلم يعني انا اصرف المصاريف دي كلها عشان ورايح واخد واحده من اهلها من ابوها وامها وجايب اهل وجايب كل النجوم دي وجايب 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 علشان خاطر ان انا اعمل بروباجندا. طب ما انا وانا قاعد في البيت لو عايز اعمل بروباجندا انا هعملها من غير ما اصرف المصاريف دي كلها وانا اوفر المصاريف دي انا اولى بيها. كانش في نقطه في الفرح نقطه لا طبعا انا مش عامل مش عامل انا مش عامل ليه يا لا طبعا نقطه الفرح دي بقى. نقطه الفرح دي ان اصحابي يقول النجوم دول هي دي نقطتي. طيب انت بقى كان رد فعلك ايه قلت لها ايه؟ قلت انا ضحكت وهي ما هي قعدت بقى طبعا انت يعني انت مصدقه ان انا كل اللي انا عملته ده ولا 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 والمصاريف دي كلها ورايح جايبك من اهلك ومش عارفه وايه وان احنا اتخطبنا في شهر والشهر اللي بعديه ما كملناش شهرين كنت في بيتي واتجوزنا كل ده فيلم. طب ما انا لو فيلم طب ما انا اجيب اي واحده من الشارع او اجيب اي واحده زميله ليا وهنعمل ده. تعالي يا بنت البسي فستان فرح وحسن شاكوش اتجوز والسوشيال ميديا من غير المصاريف دي من غير المصاريف دي مش هصرف انا المصاريف دي كلها بقى فين ايه كل حساباتك على السوشيال فين الحسابات وفي ناس تقعد هي وافقت طبعا اي حاجه انا بقول لها على بتوافق ورسمت انها وافقت يا جماعه هنطلع فاصل